شجرة الحياة أو ثمرة الأساي اسمان لنبتة واحدة تشتهر بفوائدها الصحية وغناها بالألياف، كما تعد مصدراً غنياً بمضادات الأكسدة. من ناحية الشكل تشبه ثمار الأساي العنب وتقطف من أشجار نخيل أساي التي تنمو فقط في الغابات المطرية بأمريكا الجنوبية. وتعرف ثمار الأساي بارتفاع ثمنها لأنها لا تنمو خارج بيئتها الأصلية، ما يعني أنه يتوجب شحنها وتصديرها من غابات الأمازون إلى باقي دول العالم، كما تواجه مشكلة أخرى وهي سرعة تلفها. ولحل هذه المشكلة يلجأ كثيرون إلى تناول الثمرة بأشكال مختلفة، إما على شكل أقراص ومكملات غذائية أو تحويلها لمشروبات طازجة أو دمجها بمشروبات الطاقة. ويمكن تصنيع بعض الحلوى أو المثلجات من هذه الثمرة للحفاظ عليها لوقت أطول. نبتة الأساي تحولت مؤخراً لحديث المؤثرين في عالم السوشيال ميديا الذين يقولون إن هذه الثمرة يمكنها المساعدة في علاج بعض الحالات الطبية مثل الإمساك والالتهابات وتنظيم مستوى السكر في الجسم وتعزيز المناعة.